أصدقائي أحباء الكوتش هاوس، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وهي الحلقة الأخيرة من برنامج قصة وخبرية مع خالدان. أنا اليوم بالمكتب والحمد لله رجعنا على الشغل، وبعرف إنه كتير منكم كمان رجع على مدرسته ولو إنه جزئيا، بس هذا شيء مفرح جدا بإنه نرجع لحياتنا الطبيعية، وإن شاء الله الله بيشفينا وبيرفع عنا هذا البلاء نهائيا، وبنصير وبنتذكره وبنتذكر شو تعلمنا منه. عودتنا للعمل وبداية حياتنا، عودة حياتنا الطبيعية، خلتني اختار لكم اليوم قصة بعنوان وهذا سيمر ايضا في النهاية. يلا خليكم معي. كان يا مكان بقديم الزمان لحتى كان في رجل غني فريد، طلب من خادمه طلب غريب. شو هو يا حزركم؟ طلب منه بانه يدور له على خاتم، بس في شرط لهذا الخاتم. شو هو الشرط؟ قال له بدي كل ما اطلع على هذا الخاتم كون سعيد ومبسوط ومطمئن وراضي. الخادم لاحظت الفرق بين الخادم والخاتم، حرف واحد صغير غير كل المعنى. هي قوة اللغة العربية يلي بتمنى انه كلكم تحاولوا تتعلموها وتدرسوها منيح. استغرب الخادم بس بلش يدور، لانه طالما طلب من سيده معناته لازم يلاقي ويلبي. دور 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 وفتل المناطق وفتل البلاد وما كان يلاقي الحل، لحد ما وصل لعند جوهرجي، يعني بياع مجوهرات ذكي، وطلب منه طلب معلمه سيده. قال له تكرم عينك بس اعطيني شوية وقت، اعطيني اسبوع. قال له اسبوع مو كتير، بعد اسبوع برجع لعندك. وفعلا راح الخادم وغاب اسبوع، ورجع بعد فترة لعند البائع وقال له اعطيني اللي وعدتني فيه. قال له تفضل هي خاتمك المطلوب بس حقه غالي. قام قال له بس انا مالي شايف فوق غير خاتم عادي مصنوع من الذهب. قال له لا، المشكلة مو بالخاتم، المشكلة بالجملة أو الحل في الجملة اللي كتبتها على الخاتم. قال له مثل ما بدك. أعطاه حقه وراح بسرعة عند سيده هو مستبشر ومبسوط، وقال له يا سيدي لقيت لك الخاتم المطلوب. أخذ الرجل الخاتم لبسه وطلع عليه وقرأ الجملة بصوت عالي، والجملة كانت وهذا سيمر أيضا في النهاية. خاف الرجل الغني، تعرفوا ليش خاف؟ لأنه ذكرته هي الجملة بأنه هو العز كله يلي عايش فيه، والمال يلي هو له والجاه بجوز يروح ويمضي بالنهاية حسب الجملة، وهذا سيمر أيضا في النهاية. بس بتعرفوا شو هي الجملة؟ دفعته لأنه يكون قريب من الناس ويتواضع ويحاول دائما يتودد لهم ويساعدهم في حل مشكلاتهم. وكانت كمان هي الجملة سبب بأنه ساعدت الرجل لأنه يكون سعيد حتى في أشد مراحل حياته، وحتى في الأوقات اللي يوقع فيها بمشكلات. ليش؟ لأنه كان يقرأ على الخاتم وهذا سيمر أيضا في النهاية، فيتذكر بأنه ما في شدة بتدوم، وقد ما كانت المشكلة صعبة فرب العالمين أكيد لح يفرجها. فكانت هي الجملة سبب بأنه يضل الرجل دائما سعيد بأوقات الشدة، يتذكر وقت يقراها بأنه الشدة ما بتدوم والمشكلة بتروح مع الوقت والله بيفرجها عليه، وبأوقات العز ما ينسى الناس اللي واقع في المشاكل ويحاول يساعدها دائما، فكان دائما راضي ومسرور ومبسوط بحياته. أما خبريتنا يا أحبابي يا حلوين، إنه تكتبوا هالعبارة على لوحة وتعلقوها دائما بغرفة تقدروا تشوفوها، وهذا سيمر أيضا في النهاية. هي الجملة بتخلينا دائما متفائلين، شو ما كانت المشكلة أو المأزق أو الورطة يلي أنت واقع فيها، فتذكر تماما بأنه هذا الوقت الصعب رح يمر وما رح يضل أبدا.
بحياته ما استمر العسر على الناس، دائما بعد العسر في يسر. تعرفوا شو معنات العسر في اللغة العربية الفصحى؟ العسر يعني الوقت اللي بيكون فيه ضيق، فيه مشكلة، سواء كانت هي المشكلة بصحتي أو بالمال أو بمدرستي أو مع أهلي. أما اليسر فهي عكس العسر، عكسه. اليسر يعني الخير، يعني الراحة، يعني السرور والسعادة والاطمئنان. بعد العسر دائما في يسر. تذكروا تماما انه ما في مشكلة بتستمر لوقت طويل، كله بيمضى مع الصبر والإرادة والتفاؤل. ودائما مثل ما توصيكم خالدانا، الابتسامة هي حل لكل المشاكل. أطفالي الحلوين يلي ربحوا معي بالحلقات الماضية ولسه ما شاركوا معي بوركشوب، رح توصلكم هدية لعندكم على البيت، ذكرى مني وشكر جزيل لمشاركتكم. فانتظروني. أما الرابح معي لهي الحلقة وهو الرابح الأخير للأسف، ويلي بعثوا لي صورهم بالعيد يلي حنشرها بآخر الحلقة، هلا بدي اسحب اسمه، بس اليوم ما معي فيل. الرابح هو ربيع درويش. ربيع درويش، ألف مبروك حبيبي ربيع، وانتظر مني هديتك. أحبابي أطفالي اللي تعرفت عليهم خلال هاي الرحلة الطويلة، الأهالي الكرام يلي تابعوني، بتشكركم شكر جزيل. بتمنى إني كنت ضيفة خفيفة تطل عليكم، حاولت إنقلكم الكلمة الطيبة وأوصلها لبيوتكم. بتمنى من كل قلبي إني يكون نجحت بهاي المهمة. شكرا لمتابعتكم، بتمنى لكم الصحة والعافية والرضا والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.